بالفعل قطاع الصحة هو أهم قطاع اجتماعي في نظري، وما يمكنش المشاكل ديالو تحل إذا ما تعالجت عن طريق عدة مقاربات. المقاربة الأولى هي العدالة المجالية. العدالة المجالية، فما يمكنش مواطنين من درجة واحدة، ما كاينش مواطنين من درجات مختلفة. واحد مثلا في الرباط عندنا مستشفى بنو سينا قدو قداش، في الدار البيضاء عندنا مستشفى بنو رشد، وكنمشيو للشمال ما كنلقاوش مستشفى جامعي، كنمشيو للجنوب ما كنلقاوش مستشفيات جامعية. إذا المسألة الأولى هي العدالة ما بين الجهات، ما بين الجهات. النقطة الثانية طبعا هي البنية التحتية. البنية التحتية في المجال الصحي هي زعما في وضع جد سيء، جد سيء كنقولوها بالمعاينة ديالنا لبعض المستشفيات إلى آخره، وبالتالي كيخص الدولة تدعم أكثر القطاع الصحي على اعتبار أنه هو العصب ديال 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 المجتمع. المجتمع حتى الشخص باش يمكن له يخدم بلاده كيخصهم في صحة جيدة. المسألة الثالثة هي المسألة ديال السلوكات. هذه هي المسألة اللي ما كنهضروش عليها بزاف. السلوكات اللي موجودة عند الموارد البشرية ديال قطاع الصحة. هنا ما كنعممش، ما كنعممش وما كنقولش غير الموارد اللي موجودة لداخل. كاين الموارد البشرية بصفة عامة اللي كتشتغل بعض المرات كتلوت المجال، وكاين حتى المواطنين اللي كيجعلوا أن المجال يكون، إذا كيخص واحد الحملة كبيرة لتوعية المواطنين.